مشاهدينا الأفاضل، أحبتي الكرام، مساء الخير عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من برنامجكم اليومي الأنيس ديلي. ككل مرة مشاهدينا مواضيع وأخبار متعددة ننقلها لكم من خلال فقراتنا في كل عدد. نستهل أولى فقرات هذا العدد بالأخبار المحلية. وفي أول خبر، أكد وزير التجارة السيد كمال رزيق بإليزي أنه سيتم إطلاق خدمة السجل التجاري المتنقل خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف السيد كمال رزيق أن هذا النوع من السجل سيمكن التاجر من ممارسة نشاطه التجاري في مختلف مناطق إقليم الولاية التي يقطن بها دون تقيده بالعنوان التجاري. من وزارة التجارة أحبتي الأفاضل إلى وزارة الموارد المائية. وفي هذا الخبر، وزير الموارد المائية السيد رزقي براقي أنهى صباح اليوم مهام المدير العام لشركة سيال، كما أنهى مهام عدة مسؤولين آخرين بالجزائرية للمياه بسبب التقاعس في معالجة مشكل الانقطاع في التزويد بالمياه في عدة ولايات. وفي خبر آخر، المؤسسة الوطنية لصناعات الكهرومنزلية تعيد النشاط لمصنع المصابيح الكائن بالمنطقة الصناعية بالمحمدية بولاية معسكر. ومن أجل إحياء هذا المصنع الذي وقع تحت طائلة الإفلاس، تم استثمار مبلغ 2 مليار دينار جزائري بموجب شراكة عمومية وخاصة. جاء في بيان لمصالح ولاية الجزائر أنه تم تخصيص 365 مركز امتحان عبر الولاية لاستقبال المترشحين لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط وشهادة التعليم الثانوي دورة 2020. وأشار بيان الولاية أن هذه المراكز ستحتضن حوالي 1,518 مترشح لكلا الامتحانين، بينما يجتاز تلاميذ البكالوريا امتحانهم لمدة 5 أيام، في حين يجتاز طلبة تعليم المتوسط امتحاناتهم لمدة 3 أيام. إلى الملاحة والصيد البحري مشاهدينا الكرام. وفي هذا الخبر، كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد سيد أحمد فروخي بأن دائرته الوزارية بصدد العمل حاليا لإصدار مرسوم تنفيذي يمكن الشباب عديمي المستوى، يعني الشباب اللي ما عندهمش مستوى تعليمي، يمكنهم من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل. وقال الوزير فروخي في هذا صدد أن التكوين يكون بتأهيل تطبيقي في البحر لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 أشهر، وتتخلل هذه الفترة مجموعة من الدروس النظرية بحوالي 2 ساعة مرتين في الأسبوع. وفي خبر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبخصوص نهاية السنة الجامعية 2019-2020 وبداية الموسم الجامعي 2020-2021، جاء في مخرجات اجتماع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع ممثلي التنظيمات الطلابية ما يلي: تحديد تاريخ العودة إلى مقاعد الدراسة يكون حضوريا ابتداء من 19 سبتمبر 2020، تحديد نهاية السنة الجامعية سيكون بتاريخ 30 نوفمبر 2020، تحديد انطلاق الموسم الجامعي 2020-2021 سيكون بداية من 1 ديسمبر 2020، بينما حددت العطلة الشتوية بأسبوع واحد فقط. إلى وزارة الثقافة مشاهدينا الأفاضل. وفي هذا الخبر، وأثناء الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة الثقافة السيدة مليكة بن دودة إلى ولاية عنابة، قامت بتكريم الجيش الأبيض وجميع أعضاء السلك الطبي من أطباء وممرضين، نظير مجهوداتهم وتضحياتهم الجبارة في التصدي لجائحة كورونا.
من الثقافة إلى الرياضة وإلى عشاق الرياضة، وضع المنتخب الوطني الجزائري بقيادة جمال بالماضي خطة ثلاثية الأبعاد من أجل إقناع اللاعب أمين غويري مهاجم نيس الفرنسي بحمل قميص محاربي الصحراء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تألق المهاجم المعروف ببنزيما الجديد في أولى مبارياته الرسمية مع نيس هذا الأسبوع، حيث سجل هدفين قاد بهما الفريق للفوز على لانس بهدفين مقابل هدف في افتتاح مبارياته بالدوري الفرنسي. بهذا الخبر مشاهدينا نطوي أخبارنا المحلية، نلتقي بعد الفاصل في الدوليات. أحبتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد وبكل من التحق بنا للتو لمستجداتنا الدولية، ونستهلها بليبيا التي تشهد احتجاجات وغضب ليبي يستمر في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، وقد دخلت الحركة الاحتجاجية يومها الرابع في حين امتدت التظاهرات لتصل إلى منزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. ومن ليبيا مشاهدينا الأفاضل إلى دولة فلسطين، وفي هذا الخبر رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بموقف السودان الرافض للتطبيع خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وأكد المالكي أن هذا الموقف ليس بغريب عن مواقف السودان الأخوية التاريخية الصادقة، مثمنا رفض الحكومة السودانية لسياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية التي حاولت ربط واشتراط عملية رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. نبقى دائما بالحديث عن السودان، وفي هذا الخبر نقلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن أعضاء نافذين من مجلس الشيوخ والنواب القول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان يقضي بأن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار كخطوة أخيرة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من الولايات المتحدة الأمريكية إلى موريتانيا، وفي هذا الخبر رحبتي الأفاضل، الشرطة الموريتانية المكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية استدعت مساء أمس الثلاثاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مجددا للتحقيق معه حول شبهات الفساد بعدما أفرج عنه الأحد الماضي من السجن لمدة أسبوع كامل. وجاء هذا الاستدعاء للتحقيق معه في تهم الفساد التي كشفتها لجنة تحقيق برلمانية، التهم خاصة بصفقات عمومية تمت في الفترة الممتدة بين 2009-2020. بهذا الخبر أحبتي الأفاضل نختم مستجداتنا لهذا العدد، تلتقون بعد الفاصل مع الزميل الأستاذ أمين حسين لمواصلة الحديث في موضوع الزكاة مع شيخنا محمد خربوش. أما أنا ألقاكم بعد ذلك في فقرة السوشيال ميديا، متابعة طيبة.